في عصرنا هذا، عصر الهاتف الخلوي، أكثر تعقيداً، كما تزايدت الضغوط والمطالب وأصبحت بلا شك حياة مرهقة. فأمام كل الجهود التي نبذلها لإدارة وقتنا والقيام بالكثير من الأشياء والرغبة في أن نكون أفضل وأكثر فعالية داخل دهاليز عالم التكنولوجيا، لماذا نجد أنفسنا دوما مثقلين بهموم الحياة ونعتبر أشياء مثل الصحة والأسرة والتكامل وغيرها من الأشياء الأكثر أهمية من العمل في مرتبة أدنى؟ كلا إن المشكلة ليست هي عملنا والذي يحافظ طبعا على استمرار محرك حياتنا، ولا يتعلق الأمر بالتعقيد أو التغيير، بل تكمن المشكلة في ثقافتنا الحديثة التي تقول اذهب مبكرا وابقى لوقت متأخر وكن أكثر فعالية وقم بالتضحية الآن. ولكن الحقيقة هي أن التوازن وراحة البال لا ينتجان عن تلك الأشياء، بل يلازمان الشخص الذي لديه رؤية واضحة لأولوياته ويعمل بتركيز وتكامل لتحقيقهما. منها كتريحي النفسية ديالك، كتبدلي الحيوط، كتفكري انتي غدا كتمشي كديري الرياضة، وفي نفس الوقت كتأملي وكتفكري مزيان وكتشوفي واش هادشي اللي كديريه صحيح ولا لا، وكتعاودي تقدي الأمور ديالك وكترتبي الأولويات ديالك وبزاف ديال الحوايج، وكتلقاي راسك انك كلشي مخربقة حتى حاجة ما مقادة. يعني كتلقاي ان يعني اي حاجة كتبان لك انها صحيحة ملي كتجلسي مع راسك وكتفكري فيها مزيان كتلقاي فين كاين الخلل او واش مزيان نكمل فيها، دونك لا كانت مزيانة شنو ممكن شي حاجة اللي تحسنها اكثر وهكذا. دونك فهي خرجة رياضة وفي نفس الوقت يعني تأمل وتفكر وبزاف ديال الحوايج. رجعنا للدار ودائما الى الكوزينة، فطور خفيف ظريف، انا المهم رمضان كامل فطور خفيف ظريف، عصير ديال الليمون، خضيره مبخره، دجاج في الفران، هما طبعا حتى هما كيديروا شي واحد حتى اخرين بيتزا هكذا، هذوك معمرين ودوك ليبات، ولكن المهم كنحاول كما قلنا نتبنى عندنا واحد الطبله اللي هي متنوعه، ما نتكلفوش فيها، ما نديروش شي حاجه صعيبه، يعني ما اللي كان اللي قسم الله، وكلشي راه في الاخر كياكل وكيشبع. كما كانت هذه الطبله الحمد لله كلشي كيقنع وكيشبع، غير دوك التمرات بدوك الكاس ديال الماء بدوك شويه ديال الحليب راه الحمد لله يعني فيهم الكفايه، ماشي كاع الكفايه ولكن المهم كيفيهم الكفايه على ما تصلي المغرب وترجع. اي كانت الطبله ديالك راه الحمد لله الانسان كيشبع، راه غير عندي كتاكل خاصه ملي كيكون واحد صايم كتبقى تبان له اي حاجه درها قليله، ولكن اون فوا كيفطر شي شويه صافي غير دوك التمرات كما قلنا كاس ديال الحليب كينوض يصلي وعاود يرجع شي شويه وينقب من هنا ومن هنا كيلقى راسو صافي شبع ما قدرش يزيد ياكل. يعني فقط غير العين اللي كتحسك ان اي حاجه درتيها كتكون قليله، فكتزيد من المجهودات ديالك في الكوزينه وكتجلس نهار كامل وانت مضارب معها باش دير واحد الكميه اللي هي كافيه وتنوع طبعا في الطبله، طبعا حبا في الناس اللي كتوجد ليهم وحبا في هذا الشهر، وكتبغي دير احسن ما عندك وتقدم احسن ما عندك للعائله ديالك باب ديالك. هي سي فري كتكون متعبه شويه ولكن من بعد كتقدر تربح واحد اليومين ولا واحد النهار ديال الراحه، لان اكيد داك الشيء كامل ما كيتكلش في نهار واحد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.